سامويل جاكسون، وده مش الممثل الأمريكي الأسمر الشهير، لكن هو المفكر والأديب الإنجليزي الشهير برضو جدا. هو الحقيقة من مواليد 18 سبتمبر عام 1709، وبحسب قاموس إكسفورد للسير الذاتية قال القاموس ده إنه أكثر الشخصيات تميزا في التاريخ الإنجليزي. يعني تخيلوا بقى التاريخ الإنجليزي بكل الشخصيات التاريخية اللي فيه دي، من ملوك وأدباء، ويعني ها قالوا إن سامويل جاكسون ده أهم شخصية. سامويل جاكسون قال، كان بيقول رأيه يعني في حاجات كتير، فمن ضمن الحاجات دي كان بيقول رأيه في مرض الجديري المائي أو التشيكن بوكس يعني، وقال إن الجديري المائي ده اتسمى كده لعدم وجود ضرر كبير من هذا المرض. وتاريخيا برضو قيل إن سبب تسمية مرض الجديري المائي باسمه الإنجليزي بقى اللي هو تشيكن بوكس، إنه بيتميز بطفح جلدي يشبه نقر الدجاج، يعني مطرح ما الدجاج كده بيعمل علامات برجليه يعني أو بمنقار. لكن الحقيقة بقى علميا ونفسيا إن الأمهات والآباء ما يهمهمش خالص سبب التسمية دي أو مين وصفها، سواء كان بالعربي أو بالإنجليزي، لكن المهم بالنسبة لهم إيه؟ إنهم يعرفوا معلومات مهمة عن الجديري المائي أو التشيكن بوكس، وده اللي بدعوكم إنكم تتابعوه في الفيديو جراف التالي. الجديري المائي أو التشيكن بوكس واحد من أكثر أمراض الطفولة انتشاراً، هو مرض معدي جداً عشان كده سريع الانتشار، وبتحصل العدوى فيه بسبب فيروس فاريسيلا وبينتقل عن طريق الرذاذ. الإصابة بيه ممكن تحصل طول السنة، لكن أغلب الحالات بتظهر في الجزء الأخير من فصل الشتاء وخلال فصل الربيع. طب إيه هي أعراض الجديري المائي؟ بيبدأ بظهور بثور أو فقاعات على الجسم، أكترها في مناطق الظهر والبطن، وبتزيد بسرعة خلال 3 أيام مع رغبة كبيرة في الهرش وارتفاع للحرارة في اليوم الأول والثاني، حمراء أو شفافة سائل أبيض أو أصفر. بعدها بتتحول لقشور صغيرة بتقع لوحدها، وبيستعيد الجلد حالته الطبيعية في خلال أسبوع. خلي بالك إنه بعد تعرض الطفل للفيروس المسبب للجديري المائي بتبدأ البثور في الظهور بعد 10 أيام ل21 يوم، وبيفضل الطفل معدي لأي حد بيخلطه لغاية ما البثور دي بتنشف وتقشر. الأعراض بتشمل كمان ارتفاع الحرارة لأكثر من 38.9 درجة مئوية. في أعراض تانية شديدة الخطورة ممكن تظهر في حالات نادرة نتيجة العلاج الخاطئ زي التشنجات، ودي تندرج تحت مسمى متلازمة راي أو التهاب الدماغ. خلي بالك برضو إن العلاج لازم يتم تحت إشراف طبي كامل، وعادة ما بيسيبش مضاعفات كبيرة لو تم علاجه بدري. الدكتور في الغالب بيكتفي بخفضات الحرارة وكريمات ترطيب الجلد لتقليل الهرش، لكن في ممنوعات لازم نبعد عنها خلال الإصابة بالجدري زي الأسبرين أو أي مركب بيحتوي على الساليسيلات في العلاج. كمان ممنوع استخدام مركبات الكورتيزون في العلاج. أخيراً، الجدري بيجي للإنسان مرة واحدة في العمر، وليه تطعيم ممكن ياخده الطفل ما بين عمر سنة وسنة ونص، بشرط ما يكونش مصاب بضعف المناعة.